بقول لك ايه، وقف 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 وقف. احنا مفيش حد فينا ماشي زي التاني، والاخ موزارت الروش ده في حته تانيه خالص. ما تشوف لنا حد فاهم نجام معاه؟ ممكن ثانيه؟ اتفضل. اقرا. اقرا ايه؟ اقرا النوت. انت عارف يا شادي ما اعرفش اقرا النوت. هو بيعرف، عشان كده بقالنا اكتر من اسبوع بنجام معاه. عشان انت متعود تلعب على الحمار اللي اسمه ادهم، وتخبط على الحلب بالشويه اللي تعرفه. جماعه لو عايزين نبقى باند محترم زي الباندات اللي بنسمعها، مش هنقعد نخبط بيس جيتار درامز عشان نعمل حفله يوم الخميس وبس. هو ده طموحنا. هو احنا عارفين حتى نلعب حفله يوم الخميس في النادي؟ ده حتى الحفله دي انت طيرتها. يعني انت طموحك في الحقيقه حفله يوم الخميس في النادي؟ طب انت عايز ايه يعني؟ عايز يبقى عندنا فكره، نغني عن حاجه، بنقول حاجه جوانا يعني. المشكله انت بتحب يعني رولينج ستونز؟ طبعا. طيب ما دول فكره، انت بتسمع الفكره مش بتسمع مزيكا. ليه ما نبقاش باند يطلع من هنا والعالم كله يسمعنا؟ حلوه دي. من جراج ماجد جورج الى طوكيو. حلو. على فكره نلعب في طوكيو، في باريس، في امريكا عادي يعني. انا نفسي والله. شادي انت ضرب حاجه السيجاره دي فيها حاجه؟ بس انت مش معانا وعمال تهزي من الصبح، في ايه؟ انت مسافر؟ يا لا، انت كل طموحك في الحياه تلعب لاصحابك على القهوه والعيال في النادي واللي معاك في الجامعه ودول بس اللي يسمعوك؟ يا جماعة احنا عايزين نفكر ابعد من الناس اللي حوالينا كلهم. على فكرة كل الباندات اللي انتوا بتسمعوها دي كانت ولا حاجة، بس كان نفسها تبقى حاجة. تعالوا نفكر ولو لمرة واحدة ان احنا نبقى حاجة، ايه المشكلة؟ والله يا شادي يا ريتك كنت كتبت الكلام ده في موضوع تعبير بتاع العربي، كنت جبت نمرة عدلة وارتحنا منك. انت عارف المشكلة في ايه يا شادي؟ ان انت بتتكلم كويس قوي، وتيجي ساعة الجد دماغك تسوحك وتنسى اصلا انت كنت عايز ايه. بس اقول لك على حاجة، تعرف احنا ركزنا فعلا ممكن زي ما بيقول نوصل لحاجه. تيجي نجرب، مش هنخسر حاجه. لا انا هخسر. انا عندي بند مستنيه في بروفا، وحفله يوم الخميس في الشمس، والجمعه في المعادي. البند اللي انت هبت دماغي الليد بتاعه بالجيتار. وبصوا بقى يا جماعه عشان نبقى واضحين، الحوار اللي احنا فيه ده عشان البيه عايز يكسر عين ادهم وياسمين اللي لطشها منه. هل انت غبي عمرك ما هتعمل؟ حلو قوي. ايوه بس وري استخبص سليمان. بس يا جدعان وري سليمان وشك الحقيقي. انت عفاش وما بتحبش حد يقول لك الحقيقه في وشك. اسمي مروان. بلا مروان بلا زفت، انت هتهزر؟ ايه ده؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.